الحظوظ مازال مستمرة، فلحد الآن مازال 6 فرق أو 7 فرق كتنافس على اللقب، فحنا ضمن هذه الفرق هذا، فكنتمناو أننا نمشيو في هذه 3 مباريات الأخيرة في هذا المسار جيد اللي يخلينا أننا ننافسوا على اللقب، ولما لا نحققوا اللقب ونهديوا المدينة اللي تعطش على هذا اللقب هذا، وإن شاء الله فالحظوظ مازال مستمرة، وحنا نقولوا الكلمة ديالنا وغادي نتقاتلوا حتى آخر رمق، حتى آخر مباراة، حتى آخر دقيقة. واللي مكتبينا الله هو هي اللي نشوفها في الاخير. شي رساله لجماهير السوسي؟ من هذا المنبر كنبغي نقول لجماهير السوسي انها تساند الفريق ديالها، فكما كتشوف في المباراه الاخيره ضد فريق واتزم، فما كان واحد الحضور قليل بزاف، فكنتمنوا انها تثق في الفريق ديالها وانها تساندو، فحتى الفريق كيعطي اللي عنده رغم الاصابات، رغم بزاف ديال الحوايج اللي تعرض لها في المرحله ديال الرتور، فان شاء الله حنايا غنتفاداو هذه المشاكل، بقاو لنا 3 ماتشات غنفكروا فيهم مزيان، وان شاء الله نحققوا اللقب اللي نهديو الجماهير السوسيه اللي كتمناه بفارغ الصبر. سي البركاوي الاخبار اللي كتدور خصوصا البركاوي بدا يعوق قرب انه متوقع الوداد، واش هاد الاخبار صحيحه ولا؟ ما نقدرش نقول لك انا واش اخبار صحيحه ولا اشاعات، فكاينين عروض، كاينين بزاف ديال العروض، فلحد الان حنا كنفكر انا مع الفريق ديالي، ويعني ما نقدرش نقرر في شي عرض ولا هذا الا تتسالي السنه، وديك الساعه فإلا كان شي عرض لاي ناس بكريم بركاوي واللي غيقتنع به، فهو يعني اي لاعب كيتمنى انه يكون يمارس في الديار الاوروبيه، فكنتمنى انا اذا كان شي عرض من برا المغرب هذا يكون احسن عرض بالنسبه لي. اما العروض الحاليه فهي كاينه عروض، فالان ما نقدرش انا نصرح بلي عرض العروض اللي كاينه، ان شاء الله كنتمنى انها تسالي السنه، وان شاء الله ديك الساعه يبان كريم بركاوي المستقبل ديالو فين غيكمل. شكرا.